راح نروح الحقيقة بعد هذه القضية إلى مخطوطات يعود تاريخها إلى قبل 800 عام، جمعت في دارة الملك عبد العزيز في خطوة للحفاظ على التراث القديم للجزيرة العربية. كاميرا يا هلا تجولت في المعرض وجاءت بهذا التقرير. تعديل جمال بعض المخطوطات هو أشبه ما يكون بلمسات تعطي روحاً أخرى لأكثر من 3000 مخطوطة التي احتفظ بها مركز المخطوطات بدارة الملك عبد العزيز في معرض مستمر حتى أواخر الشهر الثالث هجرياً. المعرض يحتوي على بعض المخطوطات النادرة وبالإضافة إلى بعض الأدوات أو المقتنيات اللي كانت تخط أو بعض الأشياء اللي كانت تحفظ فيها المخطوطات أو الوثائق في زمن قديم. طبعاً من ضمن المعرض يحتوي على بعض المخطوطات القديمة اللي لها تقريباً يقارب حوالي 800 سنة، بالإضافة إلى بعض الوثائق أو المخطوطات قبل الترميم وبعد الترميم، بالإضافة إلى بعض المخطوطات اللي تتكلم عن مشاجرة أسرة المالكة، عن مستند أحمد بن حنبل، وعن مخطوطات عن الدرعية وعن منطقة جازان وعن منطقة الأحساء. ما تشاهدون الآن جزء يسير مما يتوفر لدى الدارة من مخطوطات، حيث يضم هذا المعرض تقريبا 100 مخطوطة نادرة وأصلية. وهذا المعرض هو عبارة عن دعوة للباحثين والمهتمين ممن لديهم مخطوطات أو وثائق للتعاون مع الدارة في صيانتها وترميمها وحفظها للأجيال القادمة. ودور دارة الملك عبد العزيز في الحفاظ على تلك المخطوطات من خلال الخدمات المقدمة لعمليات التنظيف والتعقيم والترميم والتجليد، والحفاظ عليها بوسائل تقنية حديثة ومعالجتها بالمواد الحافظة اللازمة والمناسبة للبقاء على جودتها وإطالات خدمتها، لتعيد وجود هذه المخطوطات في المعرض لتفيد الباحثين في إيجاد الدراسات لتراث القديم للمملكة. لما ذهبت إلى كل الأماكن كثير إنما شفت هذا أحسن من غيره، وخاصة الحاجة غالية والقديم والمباني مباني جيد والتنظيم جيد. الحقيقة لا شك أن المعرض يعتبر الأول في تاريخ المملكة العربية السعودية يختص بالمخطوطات أو المخطوط بالأصح، ولا شك أن المعرض كشف أشياء جميلة عن وجود مخطوطات ذات قيمة تاريخية وذات دلالات هامة جدا. كما يحتوي المعرض على أهم وأقدم مخطوطات العالم، منها مخطوطة فتوح الحرمين والتي تبلغ من العمر 461 سنة، ومستند أحمد ابن حنبل يتكلم عن الصحابي علي بن أبي طالب والذي تبلغ من العمر 840 سنة، وهي بذلك تعطي للمعرض أهمية وقيمة تاريخية في خدمة الوطن والعالم. لبرنامج يا هلا، نوف خالد، الرياض.